أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقدم لكم اليوم المحاضرة 23 من امتحان توبيك 1، وسأقدم لكم الآن معلومات حول ما سندرسه في هذه المحاضرة. في الاستماع لهذه المحاضرة تكي، سندرس أولا كيف نختار موقع أو مكان وقوع الحدث الذي دار فيه الحوار، وثانيا سندرس الصيغة الاحترامية لبعض الأفعال مثل فعل إتا والصيغة الاحترامية منه كيشيدا، وثالثا سنتعلم فعل أريدو كوشيبتا. بالنسبة للقراءة فسندرس في القراءة اليوم الملحقات التالية مثل إيسو، من، كاجي، وا، كوا. وبالنسبة للظروف فسندرس الظروف التالية، أولا أوسو وأكا ومونجو. أيضا سندرس بعض الأفعال الخاصة مثل تشومتشودا وكيتارتشيدا. بوكي 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. إذن لنبدأ معا بالمثال الأول باختيار المكان، مكان وقوع الحدث. 보기. 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. القاعدة المذكورة أو القواعد المذكورة في هذا السؤال، 까지 حتى غدا مثلا أو حتى اليوم. 꼭 plus 세요. سيو يعني صيغة الأمر ولكن احترامية، يعني بطريقة لطيفة. كوك يعني بالتأكيد أو يجب أن تسلم أو تفعل شيء معين. الكلمات المذكورة نيل غدا، سوكتي الواجب، كيوشيل فصل دراسي، كاجي محل، كونغان مطار، ويوك محطة. ندرس بعض الأمثلة على هذا المثال. تاوم جوكاجي بانهاجيبنيدا، حتى الأسبوع القادم عطلة. 오늘 꼭 전화하세요. اتصل اليوم بالتأكيد أو يجب أن تتصل. لو كانت الموضوع أو المكان هو محطة يوك، إذن الكلمات التي سنراها تيهاتشول محط مترو وديريدا ينزل. أما إذا كان المكان كونغان مطار فسنرى كلمات مثل بيهنجي طائرة، بيهنجي بيو تذكرة، ويوكون جواز السفر. أما إذا كان المكان كاجي محل فسنرى كلمات مثل أود وسايج قياس وأولما بكم. ولكن هذه الأشياء الثلاثة هي ليست الأماكن الصحيحة. وبالعودة للمثال، الحوار هو نيل كاجي سوكتيرل نيسيو، سلم الواجب حتى غدا، وني سونسنيم الإجابة ني سونسنيم، إذن نعم يا أستاذ. إذن طبعا هذا المكان الحديث عن واجب وأستاذ، إذن طبعا هذا المكان هو كيوشيل فصل دراسي. إذن الإجابة الصحيحة هي 3. 정답 3번. 7번. 여기 김밥 하나 하고 라면 하나 주세요. 네, 알겠습니다. ننتقل الآن إلى رقم 7. 7번. 여기 김밥 하나 하고 라면 하나 주세요. 네, 알겠습니다. القواعد المذكورة هنا هي اسم بلس هنا، كيمباب هنا للعدد أو لذكر العدد، وثانيا هاجو و، وثالثا تشوسيو يعني أعطنا أعطني. بالنسبة للكلمات المذكورة في هذا السؤال، كيمباب وهو طعام كوري، نوع من الطعام الكوري، راميان نودز الكورية، تشودا يعطي، شيكتان مطعم، كوتشيب محل بيع ورد، كوكتان سينما، ويكوك صيدلية. نقرأ الأمثلة. 사과 주스 하나 주세요. أعطني عصير تفاح، واحد عصير تفاح. 여기는 커피하고 케이크를 파는 빵집입니다. هذا المكان هو مخبز يبيع، بانن بانجيب، مخبز يبيع الكيك والقهوة والقهوة. مثلا لو كان السؤال مكان حدوث الحوار هو كوتيب محل بيع ورود، إذن سنشاهد الكلمات التالية. كوت تابل باقة ورد، تشانغمي ورود، ويكوك لو كان المكان هو صيدلية سنشاهد الكلمات التالية. يك دواء، يكسا صيدلي، وهاروي سامبون ثلاث مرات في اليوم، هاروي سيبون عفوا. كوكجان مسرح، سنشاهد الكلمات التالية. يونغوا فيلم، وبيو تذكرة، وبيو ممثل.
بالعودة للسؤال 여기 김밥 하나하고 라면 하나 주세요. 아티니 واحد نودلز وواحد كيمباب. طبعا هذا طعام لذلك الموضوع هو 식당. إذا الإجابة الصحيحة هي واحد. إذا 정답 1번. 8번. 어떻게 오셨어요? 통장을 만들고 싶어요. ننتقل إلى رقم 8 من الاستماع وباختيار المكان الذي يحصل فيه هذا الحوار. 어떻게 오셨어요? 통장을 만들고 싶어요. الآن من الكلمات أو المصطلحات المشهورة باللغة الكورية 어떻게 오셨어요? الترجمة الحرفية هي كيف أتيت، ولكن معنى هذا السؤال كيف أساعدك. 고 싶다 يعني أريد أن. الكلمات المذكورة في السؤال 통장 دفتر حساب بنكي، مندل دا يصنع، ودا يأتي، وأنين بنك، شيجان سوق، كيتشايو محطة القطار، وندونجان ملعب. ندرس الأسئلة. أودي غاسيو أين تذهب؟ بوسان كيتشابيو جوسيو أعطني تذكرة قطار لبوسان. إذن بالطبع هذا المكان هو محطة المترو، عفوا محطة القطار كيتشابيو. كيتشايو. المثال الثاني 수박 얼마예요? بكم البطيخ؟ 만원입니다. بعشرة آلاف. المكان هو 시장 سوق. ثلاثة 우리 팀이 이겼으면 좋겠어요. أتمنى أن يفوز فريقنا. 네. هذا المكان هو 운동장 هو ملعب. إذا بالعودة للسؤال 어떻게 오셨어요? كيف أساعدك؟ 통장을 만들고 싶어요. أريد أن أصنع دفتر حساب. إذن هذا المكان بالطبع هو بنك. إذن 정답 2번 은행. 9번 사장님 안에 계세요? 지금 회의실에 계세요. 9 رقم 9 9번 사장님 안 계세요? 사장님 안 계세요? 지금 회의실에 계세요. القواعد المذكورة هنا إتا والصيغة الاحترامية منها كيشدا يوجد و إي إتا يوجد في مكان إي كيشدا. الكلمات ساجانيم الرئيس كيشدا يوجد هيشل غرفة الاجتماعات هيسا شركة بيونغون مستشفى وتشيكوك مكتب البريد وتوسوغون مكتبة. نقرأ الأمثلة إيسا سونزينيم كيسيو هل الطبيب موجود؟ أنيو تشيكم سوسول جونيمنيدا الآن هو يقوم بعملية سوسول عملية. إذن إيسا وسوسول إذن هذا المكان هو بيونغون. اثنان 어떻게 오셨어요? كيف أساعدك؟ 이 편지를 보내고 싶어요. أريد أن أرسل هذه الرسالة. إذن المكان 우체국 مكتب البريد. ثلاثة 이 책 언제까지 빌릴 수 있어요? حتى متى يمكن أن أستعير هذا الكتاب؟ 다음 달까지 빌릴 수 있습니다. يمكن أن تستعيره حتى الشهر القادم. هذا المكان هو بالطبع 도서관 مكتبة. العودة للسؤال 사장님 안 계세요? الرئيس ليس موجود، رئيس الشركة أو هكذا ليس موجود. 지금 회의실에 계세요. موجود في غرفة الاجتماعات. إذا رئيس وغرفة اجتماعات، إذا بالطبع هذا المكان هو شركة. إذا الإجابة الصحيحة اثنان شركة هيسا. 정답 2번. 10번. 손님 뭘 찾으세요? 사전은 어디에 있어요? ننتقل إلى رقم 10 10번 손님 뭐 찾으세요? 사전은 어디에 있어요? القواعد المذكورة هنا مول وهي اختصار لي بواصل ماذا ال تتا يبحث عن وقد يكون معناها أيضا أحيانا وجد حسب السياق أودي أين اي إتا يوجد في. أما الكلمات المذكورة صنم زبون تتا يبحث أودي أين ساجون قاموس ساجوم محل بيع كتب أو مكتبة بانجيب مخبز كيوهي كنيسة كونغون حديقة. نقرأ الأمثلة 뭘 찾으세요? عن ماذا تبحث؟ 고기는 어디에 있어요? أين اللحم؟ هذا المكان
سوق 시장. المثال الثاني 여기 오면 마음이 편해져요. 맞아요. 기도하면 기분이 좋아져요. هذا المكان هو كنيسة كيوه مكان للصلاة ومكان مريح. 3. 이 케이크 얼마예요? بكم هذا الكيك؟ 만 원입니다. 10,000. إذن هنا 빵집 مخبز. العودة للسؤال 손님 뭘 찾으세요? عن ماذا تبحث أيها الزبون؟ 사전은 어디에 있어요? أين القواميس أو القاموس؟ قاموس إذن نحن الآن في محل بيع الكتب. إذن الإجابة رقم 4 ساجم. إذن تشونغداب 4. ننتقل الآن إلى القراءة. بالنسبة للقراءة فسنختار ماذا يجب أن نضع في الفراغ. لذلك أولا ندرس المثال بوغي. 날씨가 좋습니다. الجو جيد. 날씨가 좋습니다. فراغ 이 맑습니다. الجو جيد. إذن القواعد المذكورة في هذا السؤال 이가 좋다 나쁘다. جيد وسيء. 2. 이가 맑아요. الجو صافي أو هذا صافي. السماء صافية أو هكذا. الكلمات المذكورة هنا أولا 날씨 الجو. 맑다 صافي. 하늘 سماء. 구름 غيوم. 눈 ثلج و بام شت ليل. ندرس الأمثلة. 우리 한국어 선생님이 좋습니다. 우스타드 اللغة الكورية جيد. 오늘 날씨가 나쁩니다. الجو سيء اليوم. 비가 많이 오고 덥습니다. المطر يتساقط كثيرا والجو حار. 하늘이 맑아서 날씨가 좋아요. السماء صافية لذلك الجو جميل. مثلا لو كانت الكلمة التي يجب تدخل بالفراغ نون إذن سيكون الكلمات المناسبة مثل تشوبتا كيول نون يؤدا. ولو كانت الكلمة بام إذن سنشاهد كلمات مثل تشادا تام بام يولشي. بالعودة للسؤال 날씨가 좋습니다. 하늘이 맑습니다. السماء صافية. لا نقول الثلج ولا الليل ولا الغيوم صافية. نقول السماء صافية. إذن 정답 3. ننتقل الآن إلى رقم 34. 34번 فراغ에 갑니다. 소포를 보냅니다. 에가다 يذهب إلى. 을를 보내다 يرسلو. أولا الكلمات الموجودة هنا كجانغ مسرح شكتانغ مطعم توسوغوان مكتبة وتشيغوك مكتب البريد صوبو وهي الكلمة المفتاحية طرد. ندرس الأمثلة. 다음 주에 제주도에 갑니다. سأذهب إلى جيجودو جزيرة جيجو الأسبوع القادم. 친구에게 편지를 보냈습니다. أرسلت رسالة لصديقي. بالنظر إلى الكلمات الموجودة في السؤال لدينا كلمة كجانغ مسرح وشكتانغ مطعم توسوغوان مكتبة وأوتشيغوك بريد. مثلا لو كانت الإجابة توسوغوان إذن سنشاهد كلمات مثل تشيك أو تابجي مجلة. لو كان شكتانغ مطعم راميان كيمباب باب مقتا جومونادا شكيدا. ولو كان سينما كوكجانغ سنشاهد كلمات مثل بيو ويونغها. وبالعودة للسؤال لدينا كلمة سوبو طرد. إذن نحن في وتشيغوك مكتب البريد. إذن الإجابة الصحيحة هي 4 تونغداب 7. ننتقل الآن إلى رقم 35. 머리가 فراغ 그래서 약을 먹습니다. 이가 아프다 عندي ألم أو يؤلمني. 을를 먹다 وخاصة نستخدم كلمة 약을 먹다 باللغة الكورية نستخدم أكل باللغة العربية نستخدم شرب الدواء ولكن باللغة الكورية نقول 약을 먹다 약을 먹습니다 그래서 لذلك الكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا 아프다 يتألم 그래서 لذلك 짧다 قصير 예쁘다 جميل 좋다 جيد. بالعودة للسؤال 머리가 فراغ 그래서 약을 먹습니다 شربت الدواء. إذن رأسي بالطبع يؤلمني. الإجابة الثانية 짧습니다 قصير والإجابة الثالثة 예쁩니다 جميل والإجابة الرابعة 좋습니다 جيد.
بالطبع سيكون رأسي يؤلمني لذلك شربت الدواء. إذن إجابة صحيحة هي أبومنيدا، عندي ألم. ندرس أمثلة على هذا السؤال. 이가 아파요. 이가 아파요. 그래서 치과에 갔어요. 아스나니 تؤلمني لذلك ذهبت إلى عيادة الأسنان. 약을 먹었어요. 하지만 아직도 아파요. شربت الدواء ولكنني لازلت أتألم. 아직 لازلت. 오늘 너무 예쁩니다. أنت جميلة جدا اليوم. 감사합니다. 슈크란. 창우 씨는 머리가 짧습니다. شعره قصير. السيد تشانغو شعره قصير. إذا هذا بالنسبة للأمثلة. وبالعودة للسؤال، موريغا أبومنيدا، رأسي يؤلمني، كريسو ياغل موكسمنيدا، لذلك أشرب الدواء. إذا الإجابة الصحيحة هي 1 تونغداب إلوان. ننتقل الآن إلى رقم 36 سمشيب يوكبون. 시장에 갑니다. 고기, 파락, 채소를 삽니다. عند لدينا هنا اسمين، كوغي وتشيسو، خضار ولحم. اولا ندرس القواعد. واغوا اسم واسم. ثانيا اي كادا يذهب الى. الدرل سادا يشتري. ومن فقط. كاجي حتى. وايسو في مكان وقوع الحدث. الكلمات المذكوره في هذا السؤال هي شيجان السوق، كادا يذهب، كوكي لحم، تشيسو خضار، وسدا يشتري. ندرس أمثلة هذا السؤال. كافي غامنيدا أذهب إلى المقهى. أنجيونغوا تشيكل غاجيغو غامنيدا أخذ الكتاب والنظارة. أنجيونغوا تشيك. كافيه에서 책을 읽습니다. أقرأ الكتاب في المقهى. 친구는 고기를 안 먹습니다. صديقي لا يأكل اللحم. 채소만 먹습니다. يأكل الخضار فقط. 시험이 어디까지예요? إلى أين الامتحان؟ حتى أين أو إلى أين؟ بالعودة للسؤال. 시장에 갑니다. 고기 وتشيسو를 삽니다. أشتري الخضار واللحم. لدينا اسمين لذلك الإجابة المناسبة هي 1. إذن 정답 1번. سؤال 37 37번. 여름입니다. 날씨가 덥습니다. هنا سندرس الحال أو الكلمات المستخدمة كظروف ندرسها الآن. القواعد المذكورة هنا أجو بلس صفة جدا. اثنان أكا بلس فعل ماضي قبل قليل. ثالثا بونجو بلس فعل أولا. أوسو بلس فعل ابدأ أو افعل شيء معين بسرعة. الكلمات يورم صيف، نالشي جو، توبتا حار، أجو جدا، مونجو أولا، أوسو بسرعة، أكا قبل قليل. ندرس المثال الأمثلة. 한국어가 아주 어렵습니다. اللغة الكورية صعبة جدا. 아까 친구를 만났습니다. قابلت صديقي قبل قليل. 일어나면 먼저 얼굴을 씻습니다. عندما أستيقظ أو إذا استيقظت أغسل وجهي أولا. 어서 들어가세요. اذهب بسرعة أو يعني غادر بسرعة. 네 안녕히 계세요. نعم مع السلامة. نعم. بالعودة للسؤال. 여름입니다. الجو صيف. 날씨가 아주 덥습니다. الجو حار جدا جدا. إذن الإجابة الصحيحة 2. 정답 2번. ننتقل الآن إلى رقم 38. رقم 38. 오늘은 제 생일입니다. اليوم عيد ميلادي. 친구들을 ماذا؟ سندرس هنا الأفعال طبعا. الفعل الأول هو 을를 좋아하다 يحب. وثانيا 가르치다 يدرس. ثالثا 초대하다 يدعو. ورابعا 구경하다 يتجول أو يشاهد. الكلمات المذكورة في هذا السؤال. 생일 عيد ميلاد. 친구 صديق. 좋아하다 يحب. 가르치다 يدرس. 초대하다 يدعو. 구경하다 يتجول. ندرس الأمثلة على هذا السؤال. 저는 김밥을 좋아해요. أحب الكيمباب. 내일 졸업해요. غدا أتخرج. 그래서 친구들을 초대했어요. لذلك دعوت أصدقائي. 백화점에 가서 옷을 좀 구경할까요? أنذهب إلى المول ونشاهد الملابس.
هل نذهب إلى المول ونشاهد الملابس؟ 저는 선생님입니다. أنا مدرس. 영어를 가르칩니다. أدرس اللغة الإنجليزية. بالعودة للسؤال 오늘은 제 생일입니다. اليوم عيد ميلادي. 친구들을 초대했습니다. دعوت أصدقائي. إذا الإجابة الصحيحة هي رقم 2. 정답 2번. رقم 39. 39번. 나는 춤을 배웠습니다. 춤을 잘 فراغ. القواعد المذكورة هنا. هنا يجب أن ندرس قاعدة خاصة بأفعال نستخدمها بمناسبات أو بمعجومة خاصة وكلمات خاصة. أولاً ال ريل بيودا يتعلم. الفعل الخاص هنا هو تشومل تشودا. لا نستخدم رقصة فقط، نستخدم معها فعل خاص وهو تشودا. لذلك نقول تشومل تشودا. بيانو ريل أو كيتار ريل أو تنس ريل تشيدا. إذن أولاً تشومل تشودا يرقص، ثانياً بيانو كيتا تنس를 치دا، ثالثاً بوس 지하철 택시를 تادا يركب، و 편지 신청서를 쓰دا يكتب، و اسم بلس تال بلس فعل يتقن عمل شيء معين. الكلمات المذكورة هنا تشم تشدا تشدا تادا سدا تال. نقرأ أمثلة أو ندرس أمثلة على هذا السؤال. 저는 기타를 잘 칩니다. أنا أعزف الجيتار جيدا. 버스를 타고 집에 갔어요. ركبت الحافلة وذهبت إلى البيت. 친구에게 편지를 썼어요. كتبت رسالة لصديقي. 한국 음식을 먹고 싶어서 선생님이 저를 초대했어요. أريد أن آكل طعاما كوريا ولذلك دعتني أستاذتي. وبالعودة للسؤال 나는 춤을 배웠습니다. تعلمت الرقص. 춤을 잘 춥니다. أرقص جيدا. إذن مع فعل 춤 نستخدم 추다. إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 1. 정답 1번. والآن درسنا كل شيء لموضوع محاضرة اليوم، والآن سأقدم لكم تلخيص لما درسناه هذا اليوم في محاضرتنا. في البداية بالنسبة للاستماع درسنا تكي، درسنا اختيار مكان وقوع الحدث حسب الكلمات المذكورة في السؤال، وثانيا درسنا الصيغة الاحترامية لبعض الأفعال والكلمات مثل إتا والصيغة الاحترامية كيشيدا، وثالثا درسنا فعل أريد أن أفعل مثلا كوشيبتا موكوشيبتا مثلا. أما بالنسبة للقراءة فدرسنا في القراءة اليوم إلكي، درسنا الملحقات التالية إيسو ومن وكاجي وكوا. درسنا أيضا الظروف التالية، درسنا أوسو أكا منجو. وبالنسبة للأفعال الخاصة فدرسنا اليوم أفعال خاصة يجب أن تحفظوها باللغة الكورية مثل تشومتشودا وكيتار تشيدا وسر تادا بيونجر سيدا وتوديهادا. هذا كل شيء بالنسبة لمحاضرة اليوم، والآن ندرس بعض الكلمات في القراءة. درسنا في القراءة كلمات مثل سوبو طرد، ودرسنا كلمة أبودا يتألم أو مريض. درسنا أيضا كلمة تشيسو خضروات. درسنا كلمة يورم صيف، سينيل عيد ميلاد، وتشومتشودا يرقص. درسنا أيضا كلمات مثل كوغيونهادا يتجول أو يشاهد، وآجو جدا منجو أولا، وتشيدا يعزف مثلا جيتار أو يلعب تنس أو بيانو أو إلى آخره. إذن هذا كل شيء بالنسبة للكلمات والمواضيع التي درسناها في محاضرة اليوم. أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا ومع السلامة.